تعرف بروضة السلام، وقد جاء اسمها عقب الكثير من الصراعات التي مست البلدات المجاورة. ولم تطل مديرية الروضة التابعة لمحافظة شبوة يسافر طاقم البرنامج بحثاً عن شاب يرى الناس رسوماته ولوحاته في شبوة ولا يعرفون عنه الكثير. ولد ياسر في قرية الرحبة التابعة لذات المديرية التي يعيش فيها، ولديه موهبة يتمسك بها جيداً، وهي من جعلت له حضوراً واسعاً بين زملائه في المدرسة التي التحق بها والخاصة بفئته. ينتمي ياسر إلى فئة الصم منذ طفولته، ورغم ذلك يحب التعبير عن نفسه بعد أن التحق بمدرسة في عتق. ياسر لا يذهب بعيداً، ومنذ طفولته كان له رفيق يسير إلى جواره دائماً حين يختار مسافة أطول عن بلدته. بدأ فريق حيث الإنسان بخطواته العملية. تم الجلوس مع ياسر وفهم الكثير منه وكيف يجري عمله دون أن يفصح له عن المشروع الذي يعد لأجله، وقد ساعد قريبون منه في ترجمة كلماته، وكان يشرح بحماس كيف يسير عمله وكيف جعل من الكتابة التي تعلمها طوق نجاة له ولمن حوله. وقد قدم فكرة عن البداية التي جعلته يختار الرسم والألوان طريقاً للتعبير عن نفسه وعن الآخرين. تسيطر البيئة المحلية على رسوماته، ويحول ما يراه إلى لوحات من يرونها يعرفون أنها لياسر. ولم يكتفي بالتقيد بالورقة والقلم، بل تابع الجديد في عالم الرسم وبدأ مرحلة مختلفة. وحتى لا تبقى أعماله حبيسة جهازه، فقد نشرها على حساباته في التواصل الاجتماعي، وهناك تابعه الآلاف ممن يعرفون رسوماته ولا يعرفون أنه غير قادر على سماع الانطباعات حولها.
وبالإضافة إلى رسوماته التي تشاهد تحت ضوء الشمس. هناك من يختار أن تزين رسومات ياسر جدران منازلهم أو أسطحها حتى تكون حاضرة معهم على الدوام. بعد ذلك الاجتماع الذي ربما نسي ياسر تفاصيل ما جرى فيه، واصل طاقم حيث الإنسان العمل لإنجاز مشروع خاص برسام المدينة التي تزين أعماله الكثير من المحال التجارية والخدمية. تم إخباره عن المشروع الذي سيبدأ العمل فيه منذ هذه اللحظة، وفيه ستجتمع كل المواد التي يحتاج إليها للعمل. كثيراً ما كتب ياسر أسماء المتاجر في المدينة، وكثيراً ما وضعت رسوماته عند مداخل المحلات، لكنها المرة الأولى التي يكتب فيها اسم لمحل خاص به وليس للآخرين. يكتبه كي يراه دائماً، وكي يعرف الناس الطريق إليه ويرون أكبر قدر من إبداعه في مكان واحد سيعرف باسم ياسر باحاج، وهو اسم لن يختفي عن أنظار الجميع بل سيغدو أكبر وأوسع. تخيل قيمة الكلمة لإنسان قد كبر همه ويسمع لا تخاف من شي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان
وفرت كل المواد التي يحتاج إليها المحل الذي تم ترميمه جيداً ليصبح جاهزاً للعمل، وتوافرت جميع الألوان التي يختارها الزبائن لمتاجرهم، وجمعت كميات مناسبة من الأسواق المجاورة لتكون نواة البداية، وأقلام رسم وأدوات الطلاء وأعمال الزينة وكل ما له علاقة بالفن الذي اختاره ياسر ليكون أسلوب حياة وطريقة تعبير. البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.